لنورهان طمان زميلتنا من ارض الملعب، ولقاء مع احسن لاعب في كاس مصر لاعبنا اللاعب الكبير البوب ايهاب امين. اتفضلي يا نورهان. طبعا احنا لسه مستمرين معاكم، وانتصار النادي الاهلي وفرحة كبيرة جدا جدا من داخل مجمع صلاة حسن مصطفى هنا في مدينة او في منطقة 6 اكتوبر. معانا نجم اللقاء طبعا ايهاب امين، نجم اللقاء. مليون مليون مبروك يا ايهاب، وتقول ايه لجمهور النادي الاهلي؟ الله يبارك فيكي. طبعا الحمد لله اللي احنا قدرنا نفرح جمهور الاهلي، يمكن بيدعمونا بقالهم فترة كبيرة وتعبناهم معانا اخر سنتين، بس الحمد لله ان شاء الله السنه دي فرحناهم بالبطوله العربيه ودوري مرتبط والكاس، وان شاء الله نقدر نفرحهم بالدوري ان شاء الله. جيم دفاعي كبير قوي يا ايهاب، شفناه يمكن حتى على الرغم من اهتمام طبعا نجوم نادي الاتحاد بالثلاثيه او ان هم يبقوا طول الوقت بيبغتوكم، لكن انتوا عملتوا جيم دفاعي كبير. يعني التوجيهات اوجستي كانت ازاي؟ طبعا فريق الاتحاد بطل الكاس السنه اللي فاتت، فريق كبير جدا، كابتن مرعي مدرب كبير جدا، كوري وابسر محترف الفريق كبير قوي، لعيب مميز. قدرنا نعمل جيم دفاعي ونفذنا تعليمات كابتن اجوستي معظمها في الشوط الثالث والرابع، اتعلمنا من اخطائنا اللي عملناها في الشوط الاول والثاني، عشان كده قدرنا نحسم الماتش في الاخر. طيب بقى قول لي كلمه اخيره لجمهور النادي الاهلي بعد الفوز النهارده. طبعا بشكرهم على الفتره الاخيره، كانت صعبه علينا بالذات اخر سنتين زي ما قلت في الاول، وان شاء الله نوعدهم ان احنا هنبذل اقصى جهدنا ان شاء الله ان احنا نفرحهم بطوله الدوري. شكرا يا ايهاب. شكرا شكرا شكرا. طبعا ده كان لقائنا مع نجم اللقاء وطبعا احد نجوم اللقاء ايهاب امين، ولسه مستمرين معاكم وهنحاول ناخد لقاءات اكتر مع نجوم النادي الاهلي، والفرحه الكبيره لسه مستمرين معاكم. شكرا ايهاب امين على ادائك الرجولي، شكرا على اللي انت اديته النهارده، ويمكن الريباوند اللي انت جبته اخر المباراه في الاوفنسيف ريباوند اللي جاب بعد منه احمد اسماعيل 3 بونت، هو ده كان مفتاح المكسب، مفتاح المكسب هو الاداء الرجولي. انت تستحق عن جداره افضل لاعب في كاس مصر، خدمت فرقتك واسعدت جماهير النادي الاهلي.